السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم اليوم في أطباق أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوف أكلة تقليدية بسكرية، أكيد عرفتوها، هي الدبارة البسكرية، محبوبة بالبزاف في بسكرة، يأكلها في كل الفصول، يعني ما تتقطعش نهائيا. هي صح يعني بنينة، سورتو اللي يحبوا الحمص. ليسونسيال انا راح نستعملها غير بالحمص فقط، هي الاصل تاعها بالحمص والفول، ولكن انا عندي غير الحمص راح نديرها هي ثاني، يعني تقدر الاخت تستعمل غير الحمص والفول مشي شرط. انا الحمص تاعي لهنا كنت ناقعاته في الماء ليلة كاملة، انا ننقع كمية حوالي رطل ولا نخليه في لاكونجيلاتور دي ساشي، واذا نحتاجو لا نجبد نطيب نورمال كيما دوكا. انا جبدته وغسلته مليح قبل من الكونجيلاتور، ومن بعد حطيت له كمية من الماء. دوك الكمية من الماء هذه نضيف لها نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، ونسكر على لاكوكوت. بعد ما يبدا يغلي لي الماء نسكر على لاكوكوت، ومن بعد نفتح هاد 10 دقائق يعني، ونشوف الحبات تاعي اذا شفتهم تقريبا راحين يطيبوا، يعني ما بقى لهمش يطيبوا، ندير لهم الملح ولي زيبيس ونرجع نشوفوا بقيه الوصفه. الحمص تاعي راه يطيب بدون ملح يعني حتى يدخلوا طياب، ومن بعد نحطوا له لي زيبيس. واش عندي لهنا؟ لي زيبيس نحتاج الكمون، نحتاج الفلفل الاحمر سواء الحار او البارد، انت حرة، يعني اللي يحب الحرور يزيد واللي ما يحبش سبالابا. عندي الفلفل الاسود، عندي الهريسة، عندي الطماطم المصبرة والملح، عندي لهنا حبة تاع طماطم راني ربيتها، عندي لهنا الفلفل الحلو، عندي الفلفل الحار، وعندي راس تاع الثوم. انا هنايا اللي هي الوصفه الاصليه، هما ذوك يغسلوا تاعهم هذا الخضره ويقطعوهم قطع صغيره، مام الثوم طماطم يرابيو نصها ونصها يقطعوه، انا رابيت هذه غاكسومون. وعندي الفلفلين ثاني يقطعوهم قطع صغيره والثوم يرابيوه. انا حبيت ندير خطوه برك يعني جربتها وجاتني بنينه، اني نحكم الثوم والفلافل نشوطهم قبل شويه تشويطه خفيفه، ومن بعد نقشرهم ومن بعد نقطعهم. هنايا نتوما كيما تحبوا، انا يعني عجبتني هذا العفسه تاع نشوطهم، هي الفكره الاصليه ما يشوطوهمش ديريكتومون، يقطعوهم قطع صغيره يعني بسكين حاد ومرصوات صغار، ربي الثوم مع الطماطم ويحطوا بقيه المقادير. بصح انا راني حابه ندير هذه الخطوه، اللي ما تحبش تستغنى عليها، يعني مانيش حابه نبدل في الوصفه، واش راني حبيت نشوطهم فقط والمقادير هي نفسها، ما بدلتش فيها انايا، حبيت نشوط هذا فقط يعني ما حبيتش يقعدوا لي هكذاك صحاح، هذا مكان، واللي ما تحبش هي حره. انا دوك نشوطهم هذو ان شاء الله ونرجع. لهنا هاني بعد ما شوطت الفلفل حطو هكذا في كيس بلاستيكي، وثاني الثوم استعملوا هكذا، انا درت هذا تاع الشواء السيلان هذا، ديروه لهنا وشوطو تشوط لكم بسهوله الراس كيما راه. والطماطم هنا ثاني انا يمكنش عندي الحب، انا كنت مربيه زغبه ومخبيتها، انا درتها ديريكت. ثاني هنا اللي عندها يعني حبيبات صحاح تدير لهم كيما تحب تتشوط، يعني ديرهم بنفس الطريقه هكذا، نخليهم يعرقوا مليح ومن بعد نقيهم. انا يعني نعتذر لاخواتي البسكريات يعني اذا شافوني بلي انا غيرت في الوصفه، انا ما غيرتش يعني المقادير نفسها، فقط ضفت هذه الخطوه. انا اصلا ما نحبش يعني نغير في الاكلات التقليديه، نحب نخليها كيما راهي برك. هذه الخطوه انا يعني وحده من الناس ما نحمش ناكل الخضره هكذاك كيما نقولوا حنا تغزغز في الفم، ولكن اللي حب ما يشوطش هو حر. يعني انا نعطي لكم الوصفه الاصليه ونعطي لكم الوصفه الخاصه بي انا كيما درتها، وانتم احرار كيما ديروها. انا تجوني بنان يعني للزوج، فقط هذه خطوه تخصني انا، وانتم اللي ما حبيتوش انتم احرار. انا دوك يعرق لي شويه ومن بعد نقشرهم. لهنا حولك الحمص راه تقريبا يعني دخلوا طياب مليح، يعني كي نهزوا الحبه لقاوها باللي تستمعس ليه هاك، يعني مخصوص شويه فقط درك في المرحله هذه، ونشوفوا يعني كميه الماء اللي رانا حابينها. انا نشوف هاي باللي يعني مليحه، راح نحط دوك لي زيبيس اللي هدرنا عليهم هاولك.
قلنا الكمون، حطوا الكمون يعني كمية لا بأس بها. الفلفل الأسود، هنا الفلفل الأحمر يعني كما تحبوا، اللي يحب الحار يحطوه، اللي ما يحبش يحط البارد. أنا تاعي هذا حار، حطيت كمية قليلة باش راح نزيد الهريسة. نجيو عندنا الفلفل الحار الأخضر سبالابا، عندي الملح لهنا، الملح عادي. ولهنا ثاني اللي يحب يضيف طماطم المصبرة في هذه المرحلة يضيفها، واللي ما يحبش يعني يقدر ياكلها عادي من بعد في التقديم، نحطوها في الصحن ثاني ثم كما يحب. انا راح نحطها هنايا تغلي شوية بما انها مصبرة، يعني ما نضروش رواحتينا. هذا يرجع لكم اكيد، انا المهم نعطي لكم. في الاصل هما يحطوها يخلطوها مع طماطم تاع الحب، ولكن نشوفها انا في شغل ما طيبش شويه، يعني نضيفها هنايا عادي. دوك نجيب ملعقه ونحطها هنا ونخليه يكمل الحمص، لازم يطيب لي 100% يعني يرجع زبده كما نقولوا حنايا. ومن بعد كسا نشوفوه، نرجعوا نشوفوا الخضره تاعنا. لهنا هاي لك الفلافل تاعينا بعد ما شوطتهم مع الثوم، الثوم بعد ما شوطتها قشرتها وخلطتها مع الطماطم، طماطم يعني ديت واش نحتاج من هذيك، وخلطت لها الثوم. يعني هو في الاخر راح يتخلط كل شيء مع بعضه، ولكن احنا نحترموا المراحل تاع الوصفه. عندي هنايا يعني كما قلت لكم طماطم، يعني اللي عندها حبه صحيحه تقطعها قطع صغيره افضل. انا راح نقطع هنا الفلافل بعد ما قشرتهم، انا راني كي شوطتهم يعني مشوطتهمش 100% مقعدو، مش كيما تاع الحميص يجي لازم مشوط مليح. هنايا شوطتو يعني رجع لي طري بصح مش بزاف بزاف. هكذا دوك نقطعهم وغسلتهم، غسلوهم مش تخليهمش هكذا كبيهم بالرائحه هذيك تاع الشواط، عادي وقطعوهم قطع صغيره جدا. سكين يكون حاد، انا نشتي نستعمل هذو السكاكين تاع ديسير، يعجبوني هكذا نقطع بهم الخضره يجوني حادين بزاف. هكذا الطريقه هذه، ونخلط الفلفلين مع بعض طبعا هكذا بهذه الطريقه. يعني اللي راهم يحبوا الحمص هذه الاكله راح يحبوها، يعني مليحه بزاف هذا الاكله في فصل الشتاء بما اننا في فصل البرد، يعني مليح نديروها تكون الامطار تصب مليحه. اصلا الحمص فيها فوائد يعني ما نتجاهلوهمش. هكذا نقطع ثاني الفلفل الحلو لهنايا. بالنسبه للحرور كاين ناس ما يحبوش بزاف، تشوف الاخت الذوق الحار تاعها قبل شفتو حار بزاف، عادي الهريسه ما تكثرش، ما تحطش الفلفل الاحمر الحار، تحط البارد فقط ولا تستغنى عليه نهائيا. يعني هنايا الاخت هي اللي توزن الحرور تاعها، مش يعني كي تشوفني حطيت الحار من ثلاثه انواع دوك تقول لي راح تجي حاره وكيفاه، يعني عادي هنايا انت توزني الحرور تاعك. انا الفلفل تاعي هذا مش حار بزاف، لهنا راكم شفتوني الفلفل الاحمر راني حطيت كميه قليله فقط يعني على راس الملعقه تاع الشاي، والهريسه مانيش راح نكثر يعني بعد كي نحب كي نبغى نسربي ما نكثرش، عادي انت توزني الحر تاعك. كل يحب ياكل الحر يكثر ثاني نورمال، يحط حتى هي الطريقه اللي يحبها. وهاو البساكره يعني راهم مشهورين بالحر في الاطباق تاعهم تقريبا كامل يستعملوا الحر. هكذا الاسونسيال انا نقطعهم ونخلطهم كيف كيف. الحمص انا راح نسربي، قلت لكم طيبوه مليح يعني لازم يكون طيب بزاف. هكذا نحطوا الكميه اللي نحبوا، هكذا انا تاعي راه طايب 100%. دوك واش نحط؟ نحط بقيه المكونات لهنا، اللي يحب يضيف يزيد يعني لي زيبيس يزيد، واللي ما يحبش ما يزيدش. راح نحط اولا طماطم، كميه من الطماطم انت واش شحال تحبي. هكذا نخلط شويه طماطم والثوم راه مخلطين مع بعض. راح نحط الفلفل الاحمر الحلو والحار ثاني راني مخلطاتهم،
يعني الكمية اللي تحبي. الهريسة ثاني اللي يحب الحار يزيد، اللي ما يحبش انا راح نحط كمية قليلة، نحب الحار بصح مش لدرجة كبيرة وين ما نقدرش ناكلها. هكذا انا راح نزيد شوية تاع الطماطم، يعني انتي اللي توزني لها شحال تحطي شحال لا. جا طماطم مصبرة راني كنت حطيت ف مع الحمص هو يطيب كما هدرت لكم مقبل، واللي ما حطيتوش معاه حطوه في المرحله هذه. انا ما حبيتش نحطه في المرحله هذه بركي عادت مصبره وعلى بالنا يعني واش فيه. راح نضيف شويه كمون، كمون نحبه بزاف مع هو في العاده يعني ريحته مش محبوبه، ولكن مع الحمص واللوبيا يجي رائع. ما راحش نزيد انا بقيه التوابل، راح نحط الخل. الخل ثاني يعني انتي والحموضه اللي تحبي. راح نحط انا حوالي ملعقتين ولا ثلاثه، هذه الصغيره نحط هكذا ثلاثه بسبيسك صغيره، ولازم يجي فيه واحد الحموضه لازم. نحط زيت الزيتون، ثاني هنايا يعني على حسب الرغبة. ونحط الدبشة، لازم دبشة لازم، لهنا اللي يحب يضيف الثوم عفوا مش اسمه الحامض الليمون يضيف الليمون، واللي ما يحبش ثاني هو حر. اذا هذه هي، انا راح نمسح الطبق شوية ونشوفه. اذا هاي لك وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت الدبارة البسكرية، صدقوني جبنينة انا شخصيا نحبها، يعني ما في داري زوجي يحبها يموت عليها، يعني هو اللي دخلها لي في راسي انا ما كنتش نعرفها، ومن بعد هو لما جربها ذاقها في بيتنا اول خطرة عجبته بالبزاف، انا حبيت نجيب الوصفة تاعها، يعني جبتها وخدمتها جربتها هنايا وخرجت لي بنينة. يعني نتمنى تجربوها، يعني ياكم تشوفوا ما فيها لا لحم، يعني ما فيها حتى حاجه تعب، خضره وما فيهاش البصل ورحي وحطي وطيبي وقلي والو، امور سهله خلاص. تحطي الحمص تاعك يطيب على جهه، والخضره هذيك ما تحبي ما تشوطيهاش خلاص تقطعيها وتحطيها بجانب، ومن بعد تقدميها بكل سهوله. يعني طبق سهل كما نقولوا بنين في نفس الوقت. نخرجوا شويه من اللحوم هذيك، يعني ماشي لازم يكون اللحم كاين ولا ما نطيبوش، مليح اطباق كيما هكذا دي فوا الانسان يبدل. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفتي لي اليوم، وما نكونش يعني غيرت فيها في الوصفه الاصليه. هذه هي انا نغمم، يعني درت كل المقادير كيما راهي. نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه، يعذروني يعني اخواتي اذا كاين اخطاء فيها. ليسونسيال هذه وصفتنا اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، واذا عجبتكم كالعاده شاركوا في قناتي ونشروا لي الفيديو تاوعي وبارطاجيو لي ثاني قناتي مع اصدقائكم ان شاء الله، وذلك ليصلكم مني كل جديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.